مساكم بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عالسيف. اليوم حلقتنا متنوعة فيها ثقافة وفيها اجتماع وكويتية خالصة 100%. مساء الخير غنيمة. مساء الخير فيصل. مساء الخير أعزائي المشاهدين متابعينا. في البداية أحب أهني وأبارك حق بنك الكويت المركزي بمناسبة الحلول 65 عام على انطلاق الدينار الكويتي، 57 عفوا على انطلاق الدينار الكويتي بعد ما كانت الروبية الهندية. وما شاء الله طبعا احنا الدينار الكويتي او العمله الكويتيه انطلقت الى اربع مراحل، بدانا بالربع والدينار. اذا كان هناك اي اثبات لمواجهه في خلال الفتره السابقه وان زود فيه، فاعلن اني ساتبنى هذا القضيه لاسترجاع الحقوق. لست مسؤولا عن تصريح، اي تصريح يصدر من اي نائب. بالتاكيد الان انا انتظر من الاخوان بعض الاوراق التي تثبت استحقاقهم عن الفتره الماضيه بالمستندات طبيعي، حتى نستطيع ان نتقدم خطوة في هذا الملف. نعم. إن لم توجد هذه المستندات أو لم تمكن نمكن من الحصول عليها، فهناك قضايا أخرى، صندوق الأسرة، بعض الأمور التسهيلية لنستطيع أن نخدم هذه الشريحة التي تضررت جراء ارتفاع الأسعار وزيادتها في الفترة الأخيرة. طبعا هذا التقرير كان من النائب عبد الوهاب البابطين وحصري لقناه العداله وبرنامج عسيف، يتكلم عن المتقاعدين وانه راح يكون لهم زيادات، وخصوصا المتقاعدين اللي كانوا من 2008 الى 2009، وان شاء الله يستاهلون وهذا اقل واجب. طبعا فيصل راح نكمل باقي فقراتنا. طبعا راح يكون معنا اليوم النجم المتالق في المشاعر بالرغم انه كفيف، ولكن نور بصره اثر على مشاعرنا، معانا العازف الكرانيك عبد اللطيف قازي، وطبعا راح يكون معانا الفنانه الجميله عبير احمد. طبعا في الختام ما راح ننسى زازيل الجميله في موضوع اجتماعي وجريء امام جريء. راح نكون معاكم مع الفاصل، نرجع مره ثانيه. الأستاذة الناشطة السياسية أنوار القحطاني، المرأة الكويتية التي انتشر لها فيديو في الآونة الأخيرة وهي تنادي بصوت عالي في السوق المباركية، راح نشوف هذا التقرير ونرجع معاكم. مساء الخير استاذ انوار، وسعيدين جدا في وجودك معنا اليوم. يسلمك. في البدايه شفنا التقرير اللي تو طلع، ونبي نتكلم عن الامور اللي حصلت داخل التقرير، وخصوصا هناك من يعتقد ان الكويت للكويتيين بس اللي قبل 1920. اول شيء اللي صار بالكويتيه ترى بالمباركيه صدفه. نعم. يعني انا اول شيء عندي خبر بالتجمع هذا، بس منو اللي مسويه؟ منو هذا؟ اللي انا بس اللي انا استدليت عليه انه هو حق عايشه هالشيء. نعم. هي اللي قالت انا اللي مسويه الدعوه، وانا كنت مو بالكويت، راح خارج الكويت، كنت اتمنى اني انا اي الكويت بس علشان طبعا الحمد لله على سلامتك، كنت في رحله علاج. نعم. فرحت لما رحت، والموضوع هذا نسيته بتاتا، يعني من اللويا والعلاج وشغلات هذا، فنازل المباركيه على اساس اتسوق. نعم. وقلنا قاده وكذي وهذا، من الساعه 3 لويا بالمباركيه والكل متيمة، وكانت يامعه الخليج والكويتيين والوافدين، وهي حاطه اللوحات، ما في احد معاها، يعني قله اللي معاها يمكن واحد او اثنين. فقعدت تكلم عن الكويت وعلى يعني عن التفرقه وسحب المزدوجين وسحب الجناسي وشغلات اشياء وايده. فيعني بصراحه انا شدني الموقف، قاعده اقول لها انت تتكلمين عن منو؟ كانت تقول لي انا اتكلم عن الموضوع كذا كذا، واحنا نبي نعلق الدستور. قلت لها باي حق تعلقين الدستور؟ انت حتى صلاحيات صاحب السمو تمسحينها، والدستور هذا الدستور مو حق اي يعني حمايه حق الشعب الكويتي. نعم. يعني هذا انت تمسحين حتى هويتنا احنا ككويتي. فهي قامت تجادل وتعصب وتغلط وتقول. قلت لها لا، اسمحي لي بهالشيء هذا. نعم. اسمحي لي، احنا
مع تغيير الجنسية مو معناته أن احنا نغير بالقانون الجنسية أن احنا نمسح صلاحيات صاحب السمو، أو أن احنا نقول لا اللي يمنح الجنسية هو صاحب السمو. بس هم أنت كنت منفعلة بعد وايد بعد ما سمعتي هذا الحديث؟ طبعاً طبعاً، يعني أي واحد يعني أنت جاي تخرب، قاعدة تخرب، قاعدة تميزين هذا بدوي، هذا حضري، هذا سني، هذا شيعي، يعني الكويت من وين؟ يعني أول شيء الكويت ما في ولا أحد، حتى أسرة آل الصباح يو هجرة أو شعوب، تكوننا من عدة شعوب، تكوننا من الجنوب، تكوننا من الشمال، تكوننا من عرب من عرب إيران، نعم. فهذه إحنا ما ننكرها، وليش ننكرها؟ إذا هذه فينا، يعني بس حزة الحزة إذا احتجناهم نقول هذيل عيالنا، وإذا ما احتجناهم قلنا هذيل لفوا؟ ما يصير. بس عفوا أستاذة، لما كنت هناك كنت بصوت عالي، يعني هل تتوقعين أن الصوت العالي الحين راح يقدر ياخذ الواحد حقه؟ أول شيء لأنه ما في أي وسيلة حق أنك توصلين الشغلة اللي أنت تبينها. وثانيا كلامها أن الكويتيين لفوا يخلي أي واحد مواطن عنده وطنية ويحب بلده وما يرضى بالتفرقة العنصرية اللي هي هم قاعد يزرعونها بين الشعب، قصبا عنك بيطلع صوتك. يعني أنا أعتقد أكثر من لقاء لي هني أو أي مكان صوتي الحمد لله معروف، بس إيه تخلي يعني ما أدري شنو. بس عفوا أستاذة، أنت حسيتي في تفرقة بهالجو هذا بين أبناء الكويتيين؟ طبعا، او نقدر نقول نفس عنصري. طبعا هي لما تقول انا اول شيء جابتها قالت اول شيء انا عندي ماجستير وعندي دكتوراه وامثل شريحه من الكويتيين، مو انا اللي رديت عليها، ترى رد عليها واحد من اخواننا الخليجيين، قال لها اي شريحه اللي تمثلينها؟ كانت تقول لا، نسبه 80% من شريحه الكويتيين انا امثلها. قال لها معطينك توفيض؟ قالت له ايه، هني انا انفعلت. قلت لها شلون؟ اعطيني منو اللي فوضك؟ انا واحده من الناس ما فوضتك، مو مفوضتك. وهي قامت لما شافت الجمهور يعني تفاعل انهدت عليهم، خليت انا. طيب استاذ انوار، انت ليش تعليق على مجموعه الثمانين، وخصوصا ان هذه المجموعه تريد ان تبقى قانون الجنسيه سيادي خالص ولا يمس؟ نعم، ردك على هذا الموضوع. أول شيء إحنا ما نبي نعظم مجموعة الثمانين لأن خذت صداها بما يفكي، وبعدين ما تسوى، يعني ناس قعدوا بديوانية يجمعوا كم واحد قالوا إحنا طلعنا مجموعة الثمانين، راحوا حق الأمير، نعم. قالوا إحنا نبي شغلات. طيب هو أمر الجنسية سيادي، منو تدخل فيه؟ إحنا نقول نبي تعديل، مثلا التزوير يتحول للقضاء، المزدوجين أجيب أخير بين أنت تبي جنسية الدولة هذه أو الدولة هذه، هذا الشرع والقانون يقول كذي. أما أنا أي على طول سحب جنسية وأشرد أسرة كاملة، وبعدين المزور أحاسب رب الأسرة، وبعدين ليش بس أحاسب رب الأسرة؟ من اللي وقع له؟ إحنا ليش نحاسب بس هذا؟ أنا ما أشوف ولا واحد من اللي كانوا مرؤوسين أو على لجنة الجنسية اللي وقع تحاسب أو تحول للنيابة. بعدين ما له شغل العيال ولا تزر وزارة وزارة أخرى، هم على طول العائلة كلها حرام. طيب هو الموضوع سيادي، احنا عارفين قانون الجنسية سيادي، بس الموضوع يتعلق في موضوع القضاء، يريدون أن يبقى هذا الموضوع كما هو. نعم، القضاء يعني حل المشاكل الجنسية والتزوير لازم يلجأ حق القضاء. أما منح الجنسية سيادي عند الأمير، هو اللي يقول إيه ولا لا، هذا ما أقدر نتدخل فيه. بخصوص المرأة، حق المرأة مهضوم وايد وما حتكلم فيه بالمجلس، وانت سويتي ريتويت على الأستاذة عبير جمعة مرشحة الدائرة الثانية ان صفاء الهاشم مو منصفة حق المرأة، كلميني على الموضوع هذا. اول شيء انا بقول لك المرأة الاعضاء ما يعرفونها الا حزة الانتخابات، اعطيني منو تبنى قضية المرأة، يعني لو شيء بسيط ولا عضو من الأعضاء تبنى قضية حق المرأة، بس يعرف بيتها أو يعرفها حزة إنه يبي الصوت. ليش؟ برايك مصلحة، يبي يصعد. بس المشكلة اليوم هم تتعلق بالحريم، أنت اليوم موجودين كنسبة كبيرة، تبثون حوالي 70% 75% من الوصول إلى المجلس. نعم، أنتم بالنهاية اللي قاعد تختارون وقاعد تروحون الصندوق وما حد يدري عنكم وتصوتون. نسبة النساء المتزوجين غير كويتي دائما بالدائرة الرابعة.
عرفت شلون؟ والدائرة الرابعة ما طلعت إلا الأستاذة ذكرى رشيدي، وللأسف خذلت المرأة ما وقفت معها. أنا أقولها يعني على الملأ، فإني حق الأستاذة صفاء الهاشم، صفاء الهاشم والنعم فيها، ما قلنا إنها بس شنو عطت حق المرأة؟ ولا شيء، ولا أي تبنت أي قضية من قضايا المرأة. اللي تبنتها رواتب المرأة المتزوجة من غير كويتي، وقالت بصعد المنصة حق هند الصبيح. شو اللي صار؟ تغير الوضع، ما في تصعيد منصة. احنا ان شاء الله نتمنى الامور تنحل وتصير الشغلات. كلمة أخيرة تحبين تقولينها؟ تفتح لي المجال ولا بس تعطي؟ كلمة الأخيرة تحبين تقولينها؟ لأن احنا ما عندنا وقت، الوقت قاعد يداهمنا، فكلمة أخيرة تحبين توجهينها؟ أول رسالة تحبين توجهينها؟ لا كذي أنهيت اللقاء وقصيت قص، فأنا أحبت أتكلم. أول شيء ما أعطيتني مجال أتكلم عن المتقاعدين، واللي اليوم صار عندهم إضراب. نعم، إحنا حوارنا كان الرئيسي على مجموعة 80 وعلى اللي حصل وعن السوق المباركين. ما أعطيتني حق حتى أني أقول أن أبناء الكويتية يستحقون الجنسية اللي من مواليد الكويت واللي أم كويتية، سواء داخل أو خارج الكويت. هذه حق من حقوقنا، والمادة 29 تنص على المساواة بين الرجل والمرأة. ما عطيتني حق بالمرأة أن أقول لها أنها تستاهل أنها تأخذ سكن مثلها مثل الرجل. ما عطيتني أني أتكلم عن الفتوى والتشريع والبلاوي اللي قاعد تطلع، والدليل على ذلك القضايا اللي قاعد يخسرون الفتوى والتشريع، وبسبب أن المستشارين الموجودين في الفتوى والتشريع الأغلبية مصريين. أستاذ أنوار، تتوقعين يعني كل هالمشاكل اللي قلتيها في حد راح يسمع؟ لازم يسمع، وإذا ما سمع اليوم يسمع باكر. وهذه المشاكل من سنوات طافت. لا. يعني لا بس بدل الإيجار اللي القضية الأخيرة كلفت الدولة 52 اليوم مليون. اليوم هذا موضوع راح يطيل شرحه إن شاء الله، وفيها بعد فقرات حيائية، وإحنا سعدنا اليوم في وجودك. الله يسلمك. نطلع فاصل ونكمل إن شاء الله. رجعنا بعد الفاصل نكمل حوارنا. اليوم ضيفنا شخصية جميلة جدا نفتخر فيها ككويتيين، رفع راسنا في برنامج عرب جوت تالنت، عازف الكلارينك عبد اللطيف غازي. مساك الله بالخير. مساك الله مثله حبيبي، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. مساك الله بالخير غازي. عبد اللطيف غازي، انا دائما يخربطون فلا تحاتي. اول شيء احب ابارك لك على اللقب الباز اللي حصلت عليه ببرنامج عرب جوت تالنت. الله يبارك فيك. كنت متوقع هذا الفوز؟ أول شيء مشكورين على الاستضافة، وأشكر على أشكر الشباب على اهتمامهم، وأشكر الناس اللي دعموا والناس اللي وصلوا حتى اسمي ترند في بعض الساعات. أشكر الكل، أشكر كل الحب اللي قدموا لي، أشكر كل الدعم حبايبي، وإن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدم شيء جدا جدا كبير. بالنسبة لسؤالك، يعني صراحة كنا يعني داشين، والحمد لله وظفنا إمكانياتنا ووظفنا التكنيك بالشكل المطلوب، وما تفلسفنا زيادة عن اللزوم، عطينا اللي من قلبنا. شنو نحس نعطي، هذا إحنا. يعني أنا لما قعدت على الـ 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 طبعا أول ما كلمتهم رحت تجاه الكرسي، مسكت كلارنتي قعدت على الكرسي، والله العظيم طلعت ما أتذكر شو سويت، لأن أعطينا من أرواحنا من قلبنا. ما إحنا موسيقى لغة الشعوب، موسيقى السلام، موسيقى تجمع الناس على الحب والمحبة هذه هي الموسيقى. إحنا ممكن يعني نعاني في أوطاننا العربية، نعاني من الأمور اللي قاعد تصير يعني، فممكن هالأمور هذه أثرت علينا بعد وخلتنا نعزف بهالطريقة، لأن اللي صار حتى مو شوية يعني إحنا أمور صارت مو إنسانية. أنا ما أبي أدخل أدش في السياسة، أنا مجالي جدا مختلف، ولو إن دراستي يعني في لندن درس القانون، أدرس قانون وفي مواد أخذ فيها politics و international relations، ف يعني الحمد لله يا رب.
ممكن وظفنا امكانياتنا بالشكل المطلوب. هذا الشيء اللي خلى العالم يعني شوي تحب الموضوع اكثر. طيب يا عبد اللطيف، ليش اخترت هذه الاله بالذات؟ طبعا انا شرحت من قبل، الاله هذه فيها شجن كثير. اساسا انا ما كان لي علاقه في الموسيقى نهائيا من 2010. 2010 انا بلشت اعزف، قبل 2010 حتى اغاني ما اسمع. ف 2010 بلشت تعرفون هبه المسلسلات التركيه والامور هذه، في صوت عجيب اسمع، في صوت يلامس القلب. ف اتجهت وسالت ناس موسيقيين، يا جماعه شنو هالاله هذه؟ قالوا لي كلارنت. شنو كلارنت؟ اشرحوا لي اله نفخ كذي كذي كذي. قلت خلاص بس، رحت شريتها وحاولت اتعلم، وبعدين يعني حاولت اتعلم بروحي، بعدين قطعت سنه، بعدين هم رديت بروحي. في 2012 التحقت في مؤسسه لوياك. طبعا لوياك انا تربيت، نمى موهبتي، صارت في طفره بلوياك، تغيرت الموهبه الى احتراف. لوياك فعلا مؤسسه تحتضن كل موهبه وكل شخص مبدع. والحمد لله ودوني ب 2013 في تركيا وخذيت كورس لمده اسبوعين عند عازف عالمي اسمه سركان كاغري. والحمد لله تطور المستوى، ووايد حفلات دشيت، وايد امور سويتها. اخر شيء يعني كبير عزفته مع نصر شمه، يعني هل العرض اللي صار من خلال لوياك هم من مشكورين. طبعاً راح عبد اللطيف راح نتكلم عن نصير شمة بس عقب ما نسمع منك إحساس من الآلة. عبداللطيف، كلمني عن مشاركتك مع نصير شمة، وشنو الشعور اللي ضاف لك، وشنو حسيت بهالنقلة هذه اللي قدمتها معه؟ طبعا أنا كنت في البحرين هالويك أند تجهيزات لأربس جت تالنت، ورديت على طول يعني من المطار للمسرح. والحمد لله يعني انا دزولي شغل وسمعته، ونصر شمه يعني غني عن التعريف، يضيف حق سي في الخاص. يعني لما ارد واشوف انا مع منو عازف، عازف مع فنانين كبار، تاكسيم تريو، حسنو، هاي تاتش، اسماعيل، نصر شمه، فنانين كبار اكيد يضيفون لي، واكيد خذيت منهم بعض النصائح لانهم لهم باع طويل في هالمجال هذا. فبالعكس استفيد منهم، ويعني شيء جدا جدا جميل واضاف لي كثير. طيب عبد اللطيف، احنا اليوم سمعنا توا معزوفه، للحين نبي نسمع، مشتاقين، لان عجبنا صراحه شيء راقي حبيب. حتى شيء لطيف حتى على الاذن تسمعه، ودنا نسمع معزوفه شيرين. راح اعزف مقطوعه تركيه، انا طبعا صوتي رايح فسموحه. بس بدليات ما راح اخلي معزوفه شيرين، ها ترى عليها طلب وايد حبيبي. شنو اي وحده؟ اللي عزفته مات شيرين. شيرين؟ اوكي. أهديها للأستاذة فرع الثقاف.
طبعا اوجه تحيه لصديقي واخوي ورفيق الدرب محمد جباري وافقده في هالمقطوع. طبعا طبعا وجه له تحيه اكيد. ما شاء الله عليك يا عبد اللطيف، يعطيك العافية. يعطيك العافية. راح نشوف هذا التقرير أعزائي المشاهدين ورادين معكم إن شاء الله. طبعا احنا شفنا التقرير عن لوياك تحديدا، ودي تكلمنا اليوم عن الأستاذة فارع الثقاف. طبعا أستاذة فارع الثقاف لها فضل كبير علي يعني احتضان موهبتي وصغل الموهبه الى نقل الموهبه من مرحله يعني الى من موهبه الى شيء محترف. طبعا اشكرها شكر كثير يعني، وهي ومجلس اداره لوياك ويعني الكل اللي عملوا في لوياك، الكل كان يساعد، الكل كان يعني لطيف حتى بالتعامل، يعرفون شلون يتعاملون، كان في رقي بالتعامل. عبد اللطيف نبي نسمع منك بعد. يلا. يلا. عبد اللطيف اليوم قول شنو بتقول؟ الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك.
اليوم شنو سر نجاح أي فنان أو عازف؟ أو شنو المقومات اللي يحتاجها حتى يكون ناجح؟ أول شيء أنا بشكر فنان صديقي عبد العزيز الويس على دعمه، وهو من القلائل الفنانين الشباب الكويتيين أو الفنانين الكويتيين للأسف، يعني حتى يعني تويتر تغريدة ما كتبوا عن الموضوع. عموما الفنان عبد العزيز الويس ودي أشكره، إنسان فعلا خلوق وداعم للمواهب، وأنا يعني دائما أقول عبد العزيز الويس مسيطر على الساحة الفنية الشبابية. بالنسبة للفنانين والعازفين، أعتقد هو أكثر شيء ينجح الفنان إنه يحب شغله، وإذا حط يعزف من قلبه أو قدم شغله من قلبه، أعتقد راح يوصل حق العالم مهما كان الشغل. فلازم يكون في حب، لازم يكون في إخلاص للعمل، لازم يكون في خطة مسبقة للعمل. ما أي مثلا وأقول يلا تعال أنا أسوي شغلي 1 2 3 ما حد راح يفهمني مثلا، لا طبعا، لازم في خطة مسبقة عشان أنت تعرف شلون توصل حق الناس. بعدين قبل ما أبلش شغل لازم أعرف الناس شنو يحبون، يعني شنو اللي يوصل لهم. فيعني هذه الأمور أعتقد المهمة المفروض لأي فنان أو أي عازف ممكن يعني يطلع لها. عبد اللطيف، شنو ردت فعل الناس من بعد ما أخذ انتشارك أو بعد انتشار المقطع المعزوفة اللي عزفتها وردت فعلك في الباز؟ والله بالنهاية كان ما أدري إذا أعطوني جولد باز أصلاً. يعني هو بس محمد جباري قال لي يمكن بين بالفيديو شفته انه هم صار جولدن باز، الجمهور كان يعني متفاعل وكذي. انا ما كنت عارف يعني، ولا يعني كنت حاطه في بالي، فقال لي والحمد لله، يعني الحمد لله يعني يعني فرحنا صراحه يعني، والحمد لله. وردة فعل الناس بعد الحلقة جدا جميلة، ما توقعنا، ممكن هالشيء هذا اللي ما توقعنا، ممكن كنا نتوقع جولدن باز بس ما نتوقع ردة فعل الناس، والكل قام يسوي ريبوست وريتويت على كل فيديو نزله، الله يعطيهم العافية، واحنا بجمهورنا وبالناس نكبر يعني. طيب اليوم الترشيح كان من خلال الأستاذة فارع الثقاف عدل؟ ثاني مرة ما سمعت. الترشيح كان من خلال الأستاذة فارع. اي طبعا. نعم. اي نعم، من عن طريق لوياك اتصلوا علي. طبعا حلقة الوصل كانت لوياك ما بيني وبين نعم. طبعا وجه لها تحية أكيد. شنو المسؤولية اللي اليوم صارت عليك؟ ما مثلا مثل ما سبق وتكلمت، يعني ما يصير، يعني إذا بشتغل لازم أشتغل شغل فيه احتراف. احترام لنفسي واحترام للجمهور قبل ما يعني ممكن صار يعني ألاحظ على أدق التفاصيل، عكس قبل مثلا ممكن ها يعني نزل نستمتع، بس الحين الموضوع صار أكثر بروفيشنال ونبي نكون عند حسن ظن الناس. أكيد. طيب اليوم أنا طماع وبيسمع، قول. واليوم حتى المشاهدين يبون يسمعون. يلا يلا. أبا قسم تقسيمة حجاز تركي. Woo!
يا سلام عليك. صراحة توصل للمشاعر والأحاسيس لداخل الشعور. بسألك سؤال، كعازف هذه الآلة، دور جمعية المكفوفين شنو دورها معاك الحين؟ في دعم يعني؟ ابتسامتك وراها سر عبد اللطيف. لأن ما ودي أجاوب على هالسؤال صراحة، لأن ما بيتكلم، عندنا أصدقاء هناك وكثيرين، لكن ماكو دعم اليوم نهائي. اليوم عبد اللطيف لقى له وياك تدعمه. طبعا جمعية المكفوفين للأمانة نتكلم بكل شفافية، اليوم احنا قدام العالم قاعد نتكلم. جمعية المكفوفين من لما انا صرت كفيف، طبعا انا مو من الولادة كفيف، من لما انا صرت كفيف لليوم شنو قدمت لي؟ صفر، ما قدمت لي شيء. وانا اتمنى يسمعون وخلي يطلعون يتكلمون شنو قدمت حق المكفوفين؟ ما قدمت شيء. حتى رياضه ما اهتموا بالرياضه. يعني ممكن يسوون ملتقيات ما بين سنه وسنه، بس هذا مو كافي. انتوا روحوا شوفوا ما شاء الله، يعني الدول اللي حوالينا مهتمين بشكل كبير. يعني عندنا ما شاء الله طاقات مكفوفين بشكل جدا كبير، بس احنا جمعيه المكفوفين ما حد ساعد للامانه. عبد اللطيف، في مكفوفين موهوبين غيرك؟ كثير كثير مكفوفين. يعني انا ودي اذكر هالنقطه هذه. ترى اولا انا دائما احنا مجتمعاتنا العربيه ينظرون للكفيف نظره استنقاص، وهذا شيء غلط، شيء جدا غلط. اولا انا دائما اقول الشخص اللي يستنقص ويشفق على علي مثلا او على اي كفيف، انا قاعد اقول شوف حياته وشوف حياتك. اذا شفت انجازاته ان اكثر من انجازاتك انت مقدم حق نفسك، فانا اللي اشفق عليك مو انت اللي تشفق. فالحمد لله، يعني احنا لما انا انتقلت وعشت في بريطانيا فعلا اروح وارد بروحي، واسوي معاملاتي البنكيه بروحي، اموري كلها اسافر وارد بروحي. السيستم هناك مهيئ للمكفوف انه يتمشى بالشارع ويرد، وحتى في اماكن مثلا ما اعرفها. على سبيل المثال هذاك اليوم انا طبعا عايش بلندن، هذاك اليوم رايح اكسفورد ستريت، اعتقد معروف يعني. طبعا ما ادري، انا مجازف قاعد اقول يلا وش ورانا مغامره، ويلا بعد ما يصير الا الله كاتبه. فخذ جوجل ماب وتنقلت بالشارع ورديت ورحت وكليت عند مطعم ايراني بعد خوش شيء والله. اليوم احنا عبد اللطيف سعدنا جدا في لقائك. يطول لي عمرك. احنا أشكر. اليوم فخورين ونرفع لك القبعه احتراما لك اللي سويته اليوم، رفعت اسم البلد ورفعت اسم الكويت، وهذا شيء يشرف. ودنا اليوم نختم لقائنا في معزوفه من اختيارك. اكيد، بس انا اعتذر اذا في اي غلط، لان لا لا لا. الكلارنت انا كان عندي كلارنت وللاسف يعني مباق للاسف الشديد. عبد اللطيف بتهدي حق من المقطوعه هذه؟ اهدي لكل شخص كتب عني حرف وخلاني ابتسم. دوم ان شاء الله تسام. الله يطول عمرك.
ملتزمة في مواعيدها، منضبطة في التصوير، والكل يشهد لها بالانضباط والاجتهاد. فنانة فرضت وجودها ومواهبها بعيدة جدا عن المشاكل، وما حد يقدر يصيد عليها ولا شيء. معنا الفنانة الجميلة والرائعة والمتميزة، بس ما راح أقول أدوار شريرة، معنا عبير أحمد. مساك الله بالخير عبير. مساء النور حبيبتي، مشكورة. منورة حبيبتي، بنورة. والإطلالة وايد حلوة والتغيير حبيبتي. هذا الحلو. أول شيء خلينا نسأل عن سر الحالات هذه كلها. الرجيم. اي ضعفانة صح، انا ما بقول ضعفانة بس بقول الحالات من وين. حبيبتي عيونكم حلوة عشان كذي تشوفني حلوة. في ناس يقولوا لي ما اعرف ناتش طول الوقت، ما اعرف ناتش. اللي صاير اني انا سويت حلقة، يعني عمليت حلقة سنة 2012، وصلت الوزن مثالي وصرت اختفي 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 اكش. انا ساعات كثيرة انسى شيء اسمه اكل. يعني اقعد يوم ونص، عندي قدرة ان يوم ونص اقعد بدون اكل، وهذا شيء غلط طبعا. بس الحمد لله محافظة على نفسك. الحمد لله قاعدة احاول كثر ما اقدر، يعني انا قاعدة اكل عشان اعيش، عشان اكمل، عشان يكون عندي طاقة. الله يستحى والعافية. السبب الاساسي في تغيير شكلي هو اني ضعفت وايد. نعم. اليوم بتكلم على كالوس، كانت نقلة في حال. اليوم كأني أشوف ثمار السنين كلها اللي طافت في كالوس. أول مرة أشوف كوميدية بهذه الطريقة، يعني أشوف مقاطع بالإنستغرام، أشوف الحلقات، كانت الدور متوازن، في شوية شر وفي شوية كوميديا. شلون كانت هالنقلة؟ أول شيء أنا أحب أشكر، لأن هذا من حقهم، المخرج محمد طوالة، مخرج مسلسل كالوس، والكاتب علي الدوحان الجميل اللي كتب النص، لأنهم عطوني، يعني كانوا واثقين إن عبير أحمد قد الدور. أنا من يعني كنت هالدور بالذات، دور رزن، كان تاركينه في النهاية يشوفون منه اللي راح تاخذه. الحمد لله أني أنا جيت على بالهم. الدور مكتوب وايد حلو، ودائما اقول لما يكون الدور مكتوب حلو يساعد الفنان انه يطلع اللي عنده. صحيح. المخرج من بدايته، لاني انا اشتغلت مع ايام عقاب، فقال احنا ما نبي يعني كوميديا اللي طفرت منه، يعني تزيد، يكون زايده عن الحد. فبدينا نشتغل شوي شوي وعلى حذر، بعدين لقيناه مستانس، بعدين يروح المنتج يرجع يقول. طبعا محمد طوال نوجه له تحيه. طبعا. نعم. مخرج وايد زين، وايد هادي، ويعطي الملاحظات صح، ويعطي فرصة للفنان انه يبدع، بس يوم يعطي احد ملاحظة تأكدوا انها صح في مكانها. فشوي شوي بدينا ناخذ راحتنا، يروح يمنتج، يريد حس ان الحركة هذه حلوة ما ادري شو، فيروح يقول لنا سووها. فشوي شوي بدينا نطلع كوميديا. اللي ساعدني بعد الممثلين معاي، يعني حسين مهدي، سوينا مع بعض دوت وايد حلو. صحيح. هو ما شاء الله عليه وايد كوميدي بعد، ودمه خفيف في الطبيعة، فوايد ساعدني اني اقول شيء، انا اقول هو يقول. واللدغة كان مسوي شغل بعد، اللدغة اللي فيه. شنو؟ اللدغة اللي فيه كان حلف الراس. اي اي اي، انا دائما على فكرة خربت، يا حرام يعني، معلش حسين انا اسفة، خربت عليه مشاهد وايد، اقول له حسين احنا قاعدين نسوي بروفا، لو سمحت اللي بتسويه قدام الكاميرا قوله، يعني انا بسرعة اضحك، فخربت عليه مشاهد كثيرة. بس هذا الدور كان مكتوب بالمشاهد يعني، ولا مو مكتوب، ولا من عنده مسويها؟ لا، هو الكاركتر اللدغة هو مسوي. كاركتري انا يعني شوي كان في يعني بعض الحركات. احنا راح نتكلم عن الكاركتر، لانه في شيء وايد انا مدققه عليه، بس راح نشوف التقرير هذا ونرجع معاكم. بيننا نشوف المشاهد، ما ادري نبكي ولا نضحك الحين على دورك، ما ادري، بس ابي اعرف سالفه العلج، ما حسيت بتعب وانت تعالجين؟ كيف كنت مخلصه بالمشهد؟ كنت رازه ميزانيه حق العلج، وبعدين بداوا الممثلين يشوفون عندي ياخذون منه، بعدين بديت اخشه لانه يعتبر من ادوات التمثيل عندي، يعني لو خلص بطيح بمشكله. شوفوا لما جيت ادور على اللوك، يعني اللوك، ساعات ازعل لما يقولون إيه اوكي عبير يمكن ما نرشح لها الدور، لا هي دور لازم واحده هيليقيه، واحده ما ادري شنو. طب انا كممثله اقدر اسوي كل الادوار. حبيت اسوي تريك في الدور، فسالت صديقاتي، وبصراحه الاء دشتي صديقتي مقربه هي اللي قالت لي على موضوع العلج، فشريت كميه وحطيتها عندي في اللوكيشن. ما تعبتي وانت تعالجين؟ والله تعبت وايد، تعبت، يعني هو يقول اكشن انا ابتدي، كت خلص المشهد انا وقفت ريحت. طيب انت قبل كنت محصوره تحديدا في ادوار الشارة، ادوار الكنه اللي تسوي المشاكل ساعات في البيت، واليوم انتقلتي نقله ثانيه للكوميديا، للامانه
يعني تميزتي في الكوميديا، شلون شفتي هذه النقلة؟ نقلة كبيرة، عشان كذي أنا كان لازم أشكر المخرج والكاتب. أقول لك شغلة، دائما يقولوا لي عبير أنت مقلة، أنت بعيدة شوي عن الساحة. في أحد المذيعين كان رأيه أن عبير بدأت ترجع مرة ثانية. عبير أحمد، إيه يا عبير أحمد من يوم بديت؟ إمكانياتي تتطور، الخبرة لها تأثير، لكن دائما أقول الأساس بالنسبة لي هي النص، الكتابة. لما تجيب لي دور عادي ما أقدر أسوي فيه شيء، فأنا بنفذ اللي مكتوب حتى لو حطيت إضافاتي، فهي في النهاية نص عادي، دور عادي. وساعات الواحد يشتغل في نصوص ما يقدر يرفضها، مثلا يحس أنها راح تاخذ جو، لكن لما تيجي تقول لي مثلا على دور كالوس أنيسة الونيسة أو الحريم اللي معلق مع الناس للحين من 2003، أقول لك الكتابة نفسها هي الورق يقول شيء. فهذا يستفزني كممثلة أني أطلع إمكانياتي فيه. فدائما الأزمة عندي هي أزمة نص وليست عبير أحمد أنها مقلة أو لا، هي أزمة نص بالنسبة لي. عبير، احنا ندري انك حاليا مشغوله في مسلسل كلام اصفر، سولفينا عن هذا. كلام اصفر هو كلام الناس اللي لا يودي ولا يجيب، اللي ناس كثيره توقف كثير من قراراتها من حياتها من خوفها من كلام الناس. المسلسل عباره عن بطوله جماعيه، في نخبه من النجوم الكبار طبعا، كل واحد له قصه، يعني ما اعرف، ما اقدر اتكلم اكثر من كذي. شلون شفت اليوم التعامل مع المخرجه هيا عبد السلام، وخصوصا هي مخرجه هذا العمل؟ تخيلوا ان اول مره التقي في هيا، اول مره بحياتي، كنت وايد مستانسه. ما شاء الله عليها دائما وابدا، الله اكبر، ما شاء الله، يعني دائما مبتسمه، وجه بشوش، ولانها يعني انا اعتبرها بنوته صغيرونه، لها دائما تاتش في المشاهد، خاصة لو في مشاهد شوي رومانسية دائما تلقاها لها تاتش. تعاملها جدا هادي وجدا راقي وجميلة، وابتسامتها حلوة باللوكيشن. عبير، ما تحس ان في غيرة بين الممثلة والمخرجة؟ لا، قولي ممثلة وممثلة تمشي، ممثلة ومخرجة لا، صعب. المخرجة هي يعني هي قائد العمل الفني. بالعكس، هي عبد السلام تحديدا تحب كل الممثلين ومهتمة بكل تفاصيلهم، وعلى فكرة تحب أشكالنا تطلع حلوة على الشاشة. يعني كذا مرة تقوم من مكان عشان تعدل لي شعرة، بس كذي واقفة بالكاميرا تيت نفسها تعدلها وتروح تقعد على المونيتور. هذا 10% مع الكل، من بين البنات، مع كل الممثلات تحب أشكالنا تطلع حلوة ومرتبة على الشاشة. طيب، اليوم عبير أحمد الجامل أنها تأخذ نص أو مسلسل تمثل فيه؟ لا أجامل، لا، بس ممكن ساعات أضحك على نفسي. لا أجامل عشان أحد، لا، ما قمت أجامل أبدا، ولا في أي شيء، ولا في صباح الخير حتى. لكن إن أقنع نفسي ممكن ساعات. أقص على روحي شوي. عبير، وينك عن الدراما المصرية اليوم؟ هي وينها عني؟ ليش تجربة؟ ليش أنا أروح وراها؟ ليش تجربة الدراما المصرية؟ سويت زهرة برية من زمان، والله من زمان، 2009 كنا، وما لقيتي نفسك ورديتي، قلتي العالم هناك يصورون مسلسل يقعدون 6 اشهر على ما يخلص المسلسل. انا طلعت روحي، والله طلعت روحي، اقسم بالله. عندهم المشهد مشهد، يعني لو في عرس بلدي ولا شعبي يفرشون لنا يوم كامل. احنا كان عندنا مشهد عرس، والله جهزوا له كانه فعلا، يعني كأنه عرس صجي، وعلى حمام السباحة وتسريحات الشعر والميك، أو قعدنا الليل كامل، ليل فير نصور. فأنا نفسي شايفة نفسي بالدراما الخليجية أكثر. عبير، ما تشوفين نفسك بالمسرح الحين، ولا بس مفكرة أنه في الدراما؟ المسرح أنا انقطعت فترة، لكن رجعت عن طريق مسرحي، من خلال مسرحية الطنبور، وطبعا من خلال المنتج، طبعا لأوجه له تحية، أستاذ بندر طلال السعيد، أوجه له تحية لأنه هو شافني بهالدور، وكان مفاجأة للناس، والحمد لله أني نلت على الاستحسان، وإن شاء الله بكمل يعني. إن شاء الله. طيب، اليوم منذ عمل الواجهة مع القديرة أم طلال سعادة عبد الله، ما في عمل جمعكم، هل في أسباب، ولا النص ما خدم، ولا ما لقيتي نفسك، أو عرضوا عليك؟ لا والله، هم ما كلموني، عشان أكون معك صريحة، ما كلموني. عملها هالسنة مختلف، عبارة عن كذا قصة، ما أدري، كل كم حلقة تتكلم عن القصة، فما صار لي نصيب أني أكون معهم.
السنة وبدون أي سبب، بدون أي سبب. ما قلنا شيء. حتى حياة الدول حتى حياة الفهد نفس الشيء. عن أم سوزان بعد السادة حياة الفهد. ما أدري من وين، بالعكس أنا اشتغلت معها ريحانة من كم سنة وتحبني وتقدرني وما في أي شيء، بس هي مسألة نصيب بعد. وإحنا صرنا وايد في الوسط الفني، يعني شمعنا عبير ما في فلانة وفلانة وفلانة. بس عبير دائما يتوارد أو ينقال يعني إن لما تشتغلين مع فنانة كبيرة تقعدين فترة بيقول هذه بينها مشاكل بين مع الفنانة الثانية. ما عندي فكرة على هالموضوع يعني. طيب اليوم في هاجس عند الفنانات، هل أنت من هذول الناس ولا لا؟ موضوع التتر، ليش اسمي قبل هذه وليش اسمي تحت هذه، وايد مسوي مشاكل عند الناس. أنت من النوع اللي يدقق على الاسم بالتتر؟ موضوع مزعج ومتعب نفسيا. تدققين ولا عادي؟ ما كنت أدقق لكن يصير كم موقف يستفزني كفنانة. الحين ما أدري على أي أساس يرتبون أسامي التتر. تي ساعات يكلمون يقولك لا فلان لأنه أقدم. طيب هو صحيح قديم بس يعني صار لسنين، مو يعني مو بعدين يقولك لا فلانة مثلا مطلوبة أو فلان مطلوب. تكتشف في النهاية إنهم أصدقاء المنتج قاعدين عنده في ديوانيته. يا الله ما ابي اقول اشياء وايد يعني، بس يعني استفزني احد الاعمال. ليش انا اتفقت على اسمي في التتر وتفاجات انه لان فلان رفيج المنتج، لانه مش عارف ايه، لانه كذا، ينحط اسمي في الاخر. فما كان مني الا اني زعلت وتضايقت يعني الاول مره. هذا اي مسلسل كان؟ مش فاكره. مش فاكره. لا فاكره كويس. بس اقول لك قمت ادقق وقمت احطه في العقل. حطه في العقل. نعم. بس تبي الصراحه. نعم. بيني وبينكم عشان لا حد يسمع، يعني ما حد راح يسمع. نفسيا ما عندي إيذاء نفسي اذا نحط اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع. ما عندي مشكله مع نفسي. المشكله ان للاسف ينظرون لك في الوسط انها رضت ان تطلع في عيل كل مره راح ترضى عيل. بس عبير هذا حق نظرة ادبي مختلفة. يعني من حق الفنان هذا حق ادبي انه يصير كل واحد قاعد يقول من حقه. يعني انتم تدرون شنو مثل الاب اللي يقول حق كل يعني يقول حق ولده انا كنت الاول في الفصل، كل الاهالي الاول في الفصل، منو الثاني ما تدري. فهي صارت يعني صج مشكله في الوسط. انا نفسي ما عندي مشكله نفسيه، لكن من كثر الالحاح في الوسط وقمت اشوف انه وايد معطين اهميه للموضوع، في بعض الناس والصحافه كلت وجهي بالموضوع، فبديت ادقق واحطه في العقل. طيب اليوم السوشيال ميديا صار لها تاثير في قمه الفنان اليوم ان هذا الافضل وهذا الترتيب او عدد الفولورز الموجودين؟ اي للاسف. تقاس النجوميه في عدد الفولورز؟ لا مو النجوميه. ما ادري شنو اسميها. الاهتمام يمكن. يا مو نجوميه يعني، في ناس مشهوره ممكن نقول نسميها شهره، بس في ناس مشهوره بحسن شو نقول بالسيره الطيبه، مشهوره بالسوشيال ميديا لان لها اعمال لها انجازات، لا وفي ناس مشهوره بطرق اخرى يعني. فهي للاسف قاموا يهتمون بهالشيء. لو عن نفسي أنا في البداية يعني أنا كنت من آخر الناس اللي مسويين انستغرام. بديت أقنع نفسي شوي شوي، وبديت يعني عارف اللي يسوي حق مخه أبديت إنه لازم أساير العصر، لازم يعني شنو كل ما أطلع لازم أحط ميك أب وشعر عشان أصور، يعني شنو ما أدري يعني ليش. بديت شوي شوي أقنع نفسي، توني بقنع نفسي نزل السناب، السناب هذا بعد مشكلة بالنسبة لي. يعني ما أقدر أسوي كل يوم سناب. أنا وايد بيتوتية، أصور الناس القهوة اللي قاعد أشربها. يعني شنو بقول؟ اطلع بس لما يكون انه في شيء ينقال، في حدث يعني. انت تأيدين انك تنزلين حياتك الشخصيه في السوشيال ميديا؟ كان عندي خلاف على هالموضوع، يعني لين تصالحت مع نفسي ان الناس للاسف في اشياء تفرض عليك، يعني الناس حابه انها تتابعك، حابه انها تشوفك، فبديت انزل، لقيت الناس تطلب زياده. تطلب زيادة تبي تعرف، فبديت أشاركهم جزء من حياتي، بدأوا يهتمون بأكثر بأكثر. الحين أعرف شنو أنزل من حياتي حق الناس وشنو لا. أول يمكن كنت أنزل عيالي، الحين هم قاموا يرفضون أنهم كبروا، يعني ما يرضون ينزلون، ما مو حابين موضوع شهرة يعني. طيب فقمت أنتقي أشياء معينة أنزلها، فيمكن مقلة إلى حد كبير في الإسلام. طيب نرجع شوية تقريبا ل 2015 تقريبا ومسلسل أنيسة الونيسة. كواليس هذا العمل ومواقفه
والتجربه مع الفنانه الجميله فاطمه الصفي والكاركترات اللي كانت موجوده، وسمعنا ان في جزء ثاني لهذا المسلسل. والله ما ادري انا نفسك سامعه اشاعه سامعه هي مجرد اشاعه يا عالم متى تصير، بس اتوقع انه ما راح يكون في، يعني توقعاتي الشخصيه. لو في بتكررين التجربه؟ اكيد طبعا. طبعا هذا بعد من يوم رشحوني للدور قالوا لا عبير شكلها ما يصلح انها تسوي يعني هالدور. المنتج اللي اوجه له بعد تحيه استاذ عمرو الصباح قال لا عبير اوكي في الدور، والمنتج منير الزعبي بعد اللي اوجه له تحيه انه كان يعني اعطاني الثقه. انا شنو قلت؟ المنتج المخرج عفوا المخرج زين انك المخرج يعني اعطاني هالثقه هذه وخذيت دور دلال وسويته بالشكل المطلوب. يعني عبير شنو علاقتك مع زميلاتك في الوسط الفني؟ والله زينه. بخصوص كان في خلاف مع ميس حمدان؟ انا ما عندي خلاف مع ميس حمدان، الصحافه تدخلت من نفسها نفس يعني توني قايله الصحافه هي اللي تدخلت وقالت لماذا اسمها مع عبير ومن هذه ومن تكون، وقالوا اشياء شعللوا الحرب في نفس ميس. شلون دريت؟ لما ميس كان ردها شوي غير متوقع، لان ميس يوم جت الكويت وزارتنا يعني كانت الى شوي قريبه مني يعني في اللوكيشن، فيبدو ان قالوا لها شيء استفزها فردت هالرد. يولي سألوني فرديت رد، فهي كانت يد الصحافة. أنا ما عندي خلاف مع أي أحد، ما أختلف مع أي أحد. زميلاتي في الوسط الفني كلهم أحبهم وأحترمهم، وإن كانت علاقتي دائما على الحياد مع الكل. طيب اليوم تميزتي بالسعودية، قدمتي مسلسلات جدا ناجحة، وينك اليوم من التجربة بالسعودية مرة أخرى؟ تجربة وين؟ بالدراما السعودية. السعودية؟ أنا كنت أصور مسلسلين كل سنة. أوكي. نتكلم عن الآن، أنا قاعد أحس في شيء ودك تقولينه. ما أدري يعني، بس بقولها بالمختصر، ليس لي أي يد بالموضوع، ولكن يبدو أن في عندهم إجراءات خاصة فيهم في السعودية، أنا منعوا الفيز حق الفنانات أنهم يدخلون السعودية يصورون. هذا العائق الوحيد. بدليل لو في مسلسل سعودي بالاردن تلقاني رايحه الاردن على طول يعني اصور، بس هي يعني يا تعميم على يعني انا وايد مشددين في الموضوع. عاد حتى من الاعمال الجميله اللي قدمتيها اعمال بدويه، مو بدويه خالصه، الدور بدوي مع الفنان الجميل محمد العجيمي، وكان المجموعه اللي معاكم عقاب صورناه بسوريا. عقاب صورناه بسوريا. اسوار كان مسلسل سعودي من احلى المسلسلات الناجحه، انا سويت وايد مسلسلات ناجحه بالسعوديه وتكلمت باللهجة السعودية وكان خاطري اني اكمل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الجديد اللي قاعد تجهزين له في شيء حق رمضان الحين؟ هو كلام اصفر اللي قلت عنه. هذا هو بس المسلسل اللي ان شاء الله راح تشوفونه في رمضان. وان شاء الله راح اطلع لكم بشكل حلو، قصة مختلفة. يا الناس تحبني يا الناس تكرهني، يا الناس تفهم ما وراء القصة يا الناس على طول تكرهني. ان شاء الله الناس بتحبك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عبير بتكلم مره ثانيه عن اللوك. لوكك ما شاء الله من بين فتره وفتره قاعد تتميزين فيه، هل هذا يعتمد على جوهر الفنان ولا انه هو كشيء عام؟ شوفي دائما اقول اللي هني اللي في القلب يبين هني. الثقافه بعد لها دور. في ناس همها التقليد، في ناس الفضاوة تخليها تروح لدكتور تجميل، في ناس تبي تقلد تروح، في عوامل كثيرة. أنا عن نفسي يمكن لأول مرة أتكلم في الموضوع، لازم يعني ما راح أعتبر أسميه ذكاء فنان، ولكن حرص إني أكمل في الوسط الفني، فإني أكون أبديت دائما، مثل ما أقنعت نفسي بالإنستغرام بالسناب، كان لازم اني ابتدي اغير من شكلي عشان نواكب يعني هالزمن الفظيع اللي احنا فيه، وان كنت في اشياء كثيره ماني مقتنعه فيها، لكن علشان الاستمراريه كان لازم، وهذا اول مره اقول هالكلام يعني اول مره اصرح فيه. في اشياء انا يمكن ماني مقتنعه فيها لكن لازم اسويها دائما، ان التجميل والسناب والانستغرام. وان كنت انا ما سويت عمليات تجميل كثيره، يعني انا سويت خشمي وقلت عنه
لكن اللي صار ان الضعف هو اللي مغير من شكلي. طيب انت اليوم مع الاعتراف ان في ناس ما تعترف تقول كان سويت عمليه تجميل، انت بالنسبه لك عادي. ليش؟ الناس مو غبيه، الناس نعم. تشوف ناس قبله وبعده. الحين شغالين على هالسالفه قبله وبعده. شوف شلون يعني ذكرتني بعيالي هم شافوا لي صور قديمه. دي ماما يموتون على الارواح من الضحك. شوف الناس ما هي غبيه يعني هي تعرف إذا كنا مسويين تجميل ولا لا. الحين صار عادي، صار عادي. في ناس ما تعترف إنها مسوية تجميل، في ناس ما تعترف إنها مسوية تجميل. كيفها عاد؟ هذه ما في ثقة بنفسها. ممكن أقول لك الحين الكل قام يسوي تجميل، يمكن في الأول كان عند الفنانات، الحين الكل صار يسوي تجميل، صار موضة. من ما إيه، والكل صار حلو، والكل صار دلوع، والكل صار جميل. اليوم إحنا نقول عبير أحمد كويتية الهوى والروح، أنت بنيتنا بالنهاية. تنزع جين ساعات اذا قالت والله هذه فنانه غير كويتيه؟ لا لا وايد يسالوني. نعم. انا قطات مصريه يعني لو حتخليني على راحتها لا خذ راحتك خذ راحتك. لا انا وايد يسالوني اقول لهم نعم. ابوي مصري امي لبنانيه الله يرحمهم هم الاثنين الله يرحمهم ومواليد الكويت دائما اقول طن 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 هذيل الثلاثه فلا ابدا ما عندي مشكله بالعكس يعني. طيب احنا ودنا نتكلم شويه بالامور الخاصه حسب المعلومات اللي عندي ان الاولاد في القاهره. لا لا الاولاد معي بالكويت يعني. طبعا احنا الثلاثه توائم مع بعض. زين شلون قاعدين يشوفون لما يشوفون عبير احمد طلع بالتلفزيون عندهم انتقادات؟ ما يتابعون وايد مسلسلات، ممكن يتابعون يشوفون على اليوتيوب، يتابعون الانستغرام والسناب، لكن ما لهم خلق او يمكن دراستهم في المدارس البريطانيه مو قاعده تعطيهم الوقت حرام يتنفسون، فهم مو قاعدين يشوفون. يعني شفت المشاهد اللي ممكن انت تكون شفتها بالانستغرام هم شافوها فوايد وايد حابين. طبعا كنزي صديقتي فوايد طالع دائما تشوف باستمرار يعني ودائما تدعمني يعني الحين وانا جايه تقول لي ماما تصبحين على خير يلا ربنا يوفقك واعطتني بوسه ودائما هي سبورت لي. الولد دائما مختلف، الولد يغار على امه فانت وين رايحه؟ بابا عندي لقاء مثلا باكر بتطلعين؟ يعني فيها النظرات ها؟ اي كذي يعني عارف فهم يعني كنزي يمكن متابعه اكثر. نعم عبير انت حريصه يعني بين التمثيل وكمستقبل عيالك، تقدرين توافقين بهالامور هذولا؟ مستقبل عيالي والله انا كافي دراسه يعني تحاتينهم بدراستهم وتشوفينهم ولا كله بالشغل ولاهية عنهم العادي؟ والله كنت رست السناب لو انا طول اليوم برا البيت بس انا قلت في البدايه اني بيتوتيه. شوفوا اليهال وهم صغار كانوا محتاجين فتره كبيره اني اكون هم اسم العيال ايش توأم؟ توأم الحين دشوا اسم العلم عندهم 14 سنه دشوا سن المراهقه مو محتاجيني بشيء مو محتاجيني بس صار عندهم شخصيه صار عندهم استقلاليه. اول يمكن كنت اقول لهم مثلا تلبسون الشغله الفلانيه الحين ممكن اكون انا موضه قديمه نعم ويطنزون علي ويطلعون هم صح. فما قمت اني افرض نفسي او شخصيتي عليهم فهم احسهم مو اللي مو محتاجين لي بس صار عندهم استقلاليه عندهم اصدقائهم عندهم مشاريعهم في الويك اند فاذا هم مو بغرفتهم يدرسون تاكدوا اني انا قاعده بالصاله بروحي. طيب عبير انت ام شديده في البيت ولا يعني تاخذين وتعطين؟ لا اقول لك شغله قولي كل ما كبروا وكل ما انت محتاج شوي الشده معاهم لان الحياه والدنيا الحين صارت وايد منفتحه وغريبه وهم مدرسه اجنبيه في افكار كثير ممكن غلط تدخل راسهم فكل فتره اقعد انظف وفلتر. لما كانوا صغار او من هم صغار للحين احنا متعودين على الصداقه ما بيننا. يعني ساعات هي اقول لهم شوفوا انا عندي سر بقولها لك كنزي او بقولها لك وليد بس لا تقول حق احد. في صداقه ما بيننا نتكلم في كل شيء مع بعض. في علاقة حلوة ما بيننا، أعطيهم دائما حرية القرار والاختيار لكن بمتابعة مني. والساعات أتخابث إذا أبيهم يسوون شغلة معينة أقول لهم عندكم اختيار الأول والثاني والثالث. بس أنت لو سألتني عن رأيي بقول لك الثالث لأنه كذا 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 فتلقاهم ياخذونها الاختيار. فأنا مو شديدة ولكن متابعة بشكل كبير لهم. نعم. نعم. إحنا سعدنا اليوم في لقائك، الكلمة الأخيرة تحبين تقولينها؟ احب وايد هالنوعيه من اللقاءات اللي تتكلم يعني
يعني حسيت اني انا كاني ببيتي واتكلم أكيد. وماخذه راحتي. انا اللي اشكركم وايد انكم سمحتوا لي اني اطلع على الجمهور من خلال القناه، واتمنى يا رب انه ما يكون اخر لقاء ما بيننا. لا اكيد طبعا نورتينا. اعزائي المشاهدين راح نروح مع فقره رياضيه ونرجع معكم ان شاء الله. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. ضيف اليوم كل ما يقول كلمة بالإذاعة هذه الكلمة تنحب وتتداول بين الجميع، وكل لعبة عنده أحلى من الثانية. ضيف اليوم المذيع الإذاعي هو أسامة فودة، باخذه من عالم الإذاعة لعالم الرياضة. حياك الله بالبداية. يا هلا. مرحبا أسامة. بالبداية كدوري محلي، دوري كويتي، دوري ممتاز، دوري مشوق، دوري الكل يتابعه. طبعا رفع بالدوري الكويتي شوي. منو نادي تحبه بالدوري الكويتي؟ والله نشوف الا شغله طبعا من الدوريات اللي بالخليج، يمكن ابرز دوري كان بايام زمان يمكن او بالعصر الذهبي هو الدوري الكويتي. اليوم كلنا بنعرف جاسم يعقوب، كلنا بنعرف اللعيبه فتحي كميل، كلنا بنعرف هذه الاساطير طبعا الكبيره والعمالقه على جميع يمكن انتماءاتهم بالنسبه للفرق الموجوده بالدوري المحلي. ولكن اليوم يمكن في كبوة صغيرة وبعدين إن شاء الله رح تكون حلو. الحياة أفضل يعني. نادي تحبه دوري الكويتي؟ أنا قدساوي، يعني أنا دائما متابع للقدسية وبتابع الأخبار، وعندي مجموعة كتير كبيرة من الأصدقاء حوالي قدساوية يعني، وهذا ما بيمنع أنك تكون كمان أنت متابع للفريق العربي، ولكن يمكن ميولي أكثر للقدسية يعني. القدسية أبي جول أحد اللاعبين حطه، هذا الجول يعني دائما تذكره، دائما مثلا تتشمت في ربعك العرباويه. لا تدري. انا بتشمت بربعك العرباوي، ما فيني اتشمت فيهم، انا حبايبي كثير وبعرف قديش العمليه، عرفت كيف؟ لاعب بتحبه جول تذكره. والله شوف انا متابع منيح لبدر المطوع صراحه، وبدر من اللعيب اللي ستايلهم حلو بالملعب، يعني بتشوف انه هو عنده عينه كثير حلوه على المرمى، عينه حلو كثير بالملعب، بيعرف يعطي، بيعرف يصنع، بيعرف يسجل ضربات الحره قديش هي ممتازه. اليوم سعد ندى كمان كان عامل شغل كثير قوي كثير حلو. هدول اللعيبه طبعا اذكر لك تفاصيل الهدف ما كثير بيحضرني، ولكن اهداف بدر المطوع طبعا هي الاجمل بالنسبه لي يعني بالفتره الاخيره. حبك حق القادسيه من بدر المطوع حسب كلامك. برا ننتقل، برشلوني حتى النخاع اسامه فوده معروف، حتى انه دائما الاتصالات بالجمهور يعني الجمهور بالاذاعه يطفرونك اذا خسروا برشلونه. ما يخسروا. ليش برشلونه؟ برشلونه كمان نفس الشيء، انا بلشت اشجع وانا كنت كثير صغير صراحه، وبلشت اشجع يمكن برشلونه من 1992. ما تفكروني كثير كبير بس، ولكن هذاك الوقت صغير بس انه وقتها كانت حقبه كرويف الصغير، وكان ستويشكوف، وكان وقتها روماريو، وكانت انا معجب جدا بروماريو، كيف ممكن ما تشوفه بالملعب وفجاه يظهر وبعدين يسجل هدف، فكان عاجبني هذا الطريقه وهذا ستايل. افضل لاعب بالعالم حاليا مين؟ افضل لاعب بالتاريخ. بالتاريخ منه؟ ميسي. هل عشان انت برشلوني؟ لا مش عشان انا برشلوني، لا. اليوم انت اليوم ما فيك تقول انه رونالدو مش اسطوره، ولا فيك تقول مارادونا مش اسطوره، او بيلي، او هدول اللاعبين العظماء. في كثير لعيبه عظماء، ولكن اللي عمله ميسي حدا عمله؟ هلا بالنهايه مثلا رونالدينيو هو صاحب اجمل مهاره بالعالم، صح؟ اوكي، ولكن هو مش اعظم من ميسي كلاعب. جمهور مدريد دائما يقول ان كريستيانو هو افضل من ميسي، هذا كلام حقه مدريد. حقه طبعا. هل فعلا انه هو ينتمي للاعب ينتمي لفريقه، وهذا شيء طبيعي يعني. شلون تحكم اسامه انه افضل لاعب بالتاريخ؟ هل من انجازات ولا انجازات، الارقام، طريقه اللعب، تسجيل اهداف، طريقه تسجيل الاهداف؟ اغنيه يعني ودك تهديها حق انريكي، بما انك انت تحب الاغاني ودائما اتابعك بالاذاعه. روح حبيبي روح لفضل شاكر. روح حبيبي روح شو بدك في انسان؟ لانه خلص يعني خلص. وبالنهايه احيانا نشوف لك شغله، دائما في شاعر غنائي احيانا بمستوى مهنتنا يمكن شاعر غنائي بيكتب اغاني كثير حلوه، ولكن بيوصل لمرحله بيخلص المخزون عنده تكتيكيا، خلص المخزون عنده خلص. هذه مثل اي شيء بالدنيا يعني. هذا بالرياضه باختصار. اسامه الراجل كان صريح مع نفسه يعني، قال لك انا ما راح اكمل هذا اخر موسم. اسامه باختصار خلصنا الرياضه، الالعاب اللي تجيبها بالاذاعه وايد حلوه، من وين تجيبها؟ شلون الفكر اللي يجي لك؟ والله انت اليوم يعني انا بفكر كثير منيح بهذه الشغله، وخاصه لما صرت مختص بهذا الموضوع. انا مش كل الوقت كنت بالاساس بقدم جيمز شو يعني، ولكن بالفتره الاخيره تخصصت بهذا الموضوع، فصرت احاول اني افكر مختلف. هو اهم شيء بالاذاعه او بشكل عام بالفن انك تفكر مختلف، وإذا ما فكرت مختلف رح تكون مثلك مثل الباقي، أو مثلك مثل البعض عشان ما نعمم يعني.
يعطيك العافية أسامة فودة، لكن فوز المتصلين ذبحتهم يننتم رصيدهم طار وتلاقي ما تفوز مرات كل وايد لعيب مش عندي العملية. القصة أنه كل ما هنالك موضوع هو كونسبت برنامج طريقة معينة ولازم أنك أنت تنفذه بطريقته. يا خوف يوم من الأيام واحد من المتصلين يطقك أسامة كثر ما تنرفزهم. لا حبايبي كلهم بينتقدون بس حبايبي بيسمعوني كلهم. يعطيك عافية ما تقصر وحلو فيك ما شاء الله متقن جميع اللهجات. أيه. ما أدري مصري سوري عارف جميع اللهجات كل شيء يعني أنا على كبار يعطيك عافية ما قصرت. متابعينا شوفوني يوم الأثنين كل أثنين في فقرتي الرياضية المتعة ثارة بس في جاي الله. التواصل الاجتماعي البعض أخذ هذه المواقع كتسلية أو حتى صارت مهمة بحياته لأنه سهلت حياتنا وكمان خلتنا نوصل اللي بدنا إياه بطريقة أسرع، بس البعض الآخر صار مهووس فيها لدرجة صارت إدمان. بس على فكرة مش هيدا موضوعنا، موضوعنا هو هل العلاقة الزوجية اتأثرت من خلال المواقع التواصل الاجتماعي؟ رح نحكي بمحاور كتير بهذا الموضوع، الخيانة، عدم الحديث، وكمان الهوس بالمشاهير. أنا سازدال رح كون معكم لأربعين دقيقة مع هي وهو، وكمان ضيفي مفروض يوصل وينه ضيفي؟ مفروض هلأ يوصل على استوديو حدي علي؟ علي انت وين؟ علي انا هنا انت وين؟ شو الاخبار؟ مرحبا تمام؟ اهلا وسهلا شو الاخبار؟ كيف حالك استاذ؟ شو اول شيء شو رايك بالموضوع؟ والله الموضوع مثير اولا، اول شيء بتشكرك، بتشكر قناة العدالة، بتشكر حتى برنامج أسيف انه اتاحوا لنا الفرصة انه نحكي عن هالموضوع هذا، لأنه في ناس فاهمة مواضيع الشهرة انه العب زي ما بدالك، وفي ناس فاهمة مواضيع الوسائط الإلكترونية إلى أنها مجرد ترفيه ما هو معقوب الأثر. أوكي. وهذه هي المشكلة. طيب هلأ أنت بتحس كإعلامي وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا ننسى موضوع نحن بحياتنا قدي مهمة كإعلاميين، صحيح، كزوج وزوجة إذا صارت أوفر قدي ممكن تأثر بنوعية العلاقة؟ العلاقة أولا ما بين الزوج والزوجة لازم تكون مبنية على أساس الثقة، لأنه بدون ثقة الحب ما له أي قيمة، هذا أول شيء. ثانيا وهي المهمة، لما يكون في أحد المشاهير سواء مشهور أو مشهورة، ترى مو شرط فقط الخيانة يكون من الزوج، ممكن الخيانة تكون من الأنثى، وهذا وارد وموجود عندنا في مجتمعاتنا الخليجية أو حتى العربية أو حتى الدولية. أوكي. فالبعض يفكر انه الثقة معناتها انه والله خلاص يلا موجود حب يعني خلاص موجود فيه الثقة، لا. الثقة درجة اسمى من العلاقة الزوجية واسمى من الحب حتى نفسه. مزبوط. على فكرة نحن اليوم بحلقتنا رح ناخذ محاور كتير، رح يكون عنا حالة موجودة على الهواء خبرتك عنها، صحيح، ورح يكون عنا كمان اتصال حالي، وبلاس في عنا محامية بعد شوية تكون معنا، وكمان رح يكون عنا اتصال هاتفي مع صديق البرنامج استاذ احمد الملا يلي هو اخصائي. يعني هذا معناتها إيه؟ هذا معناتها انه احنا اخذنا العلاقات الزوجية ما بين
المشهور أو المشهورة مع الطرف الآخر سواء ذكر أو أنثى، بمعنى التفصيل القانوني لها، التفصيل الاجتماعي لها، مزبوط، والتفصيل اللايف ستايل الطبيعي اللي احنا نعيشه. مزبوط. خلينا نكمل حديثي انا وانت علي الغفيلي، سوري علي الغفيلي، انا على طول بقول الاكسنت غلط. انا غششتها بموضوع قل التعريف، بس بعدين اشرح لكم الموضوع. علي الغفيلي، خلينا نحط الغنيه، شو رايكم تحطوا لنا غنيه قبل ما نجهز القعده؟ هلا هتجي نروح نقعد انا وانت قبل ما الفرقه الموسيقيه تفضل. الغفيلي هو شخصية 2017 الإعلامية بالسعودية، وكمان سفير النوايا الحسنة للأعلام والإنسانية، وهو كمان مذيع ومعد برنامج ام بي سي في أسبوع، وعنده كتير بعد تايتل بس أنا اختصرتهم بهالثلاثة. مرحبا مرة تانية على الغفيلي معنا بالاستوديو. والله استوديو جميل رغم أنه صغير بس مستغلين كل مساحة فيه. بس عجبك يعني الاستوديو؟ جدا. اي احلى، الاستوديو ولا الناس اللي قاعده بالاستوديو؟ لا طبعا دائما عندكم مثل، انتم بيقولكم القالب غالب. ايه القالب غالب، نحن محلينه صحيح. طيب علي الغفيلي، قبل ما يجوا الضيوف وتبلش الحلقه مثل ما بيقولوا، خليني اسالك سؤال شوي منطقي. نحن المشاهير نتعرض لهذه القصص، مثلا شخص حساب وهمي بيتحرشوا فينا، كيف تتصرف بهالموضوع؟ شوفي، الوسائط الإلكترونية بشكل عام طبيعي بيكون فيها هالمواقف، سواء مواقف التحرش، مواقف الابتزاز، مواقف اللي بيسموها أندر كفر، الشخصيات الوهمية. إحنا مشكلتنا ومشكلة الوسائط الإلكترونية والقائمين حتى عليها إنهم عملوا إتاحة لفرصة لمعرفات، خلينا نسميها بأسماء غير صريحة، وهذا ساعد حتى بمواضيع الخيانة الزوجية، بمواضيع الخيانة حتى لو كانت خارج إطار الزواج، وهذا موضوع آخر دوليا نعاني منه وعالميا وليس إقليميا أو عربيا. الثالثة وهي المهمة، الابتزاز، وعندنا حالات كثيرة من الابتزاز. مزبوط. الابتزاز جزء منها بسبب الخيانة. طيب هلأ المشاهدين رح نطلع هلأ بريك، بس قبل البريك رح أخبركم في ضيفي محامية رح تشاركنا الحلقة، وكمان في حالي رح تخبرنا عن مشكلة صارت معها، وفي بعض تقارير موجودة. خلينا نطلع بريك ومنكمل معكم. ورجعنا معكم هلأ من بعد الفاصل، أنا ورح سميه هلأ زميلي الإعلامي محمد الغفيلي. أوكي، ضيفتنا وصلت هلأ على البرنامج هي المحامية بشرى الهندال. مرحبا. يا هلا فيكم، مساكم الله بالخير. نورتينا يا سلام. الله يسلمك يا رب. الله يعينك على القضايا اللي تجيك وتستشارين فيها حتى. اي والله، ومشاكل وايد وما تخلص، والله يعين الجميع طبعا. امين. الله يسلمك. عرفتي شو هو موضوع حلقتنا اليوم؟ يلي هو عن الخيانه، مش بس الخيانه، لانه رح نحكي ثلاث محاور. اي نعم. بالنسبه للسوشيال ميديا والعلاقه الزوجيه، منا الخيانه الزوجيه، منا الهوس بالمشاهير، ومنا عدم الحوار. صحيح. ما بتشوف اوقات انت علي بالكافي شوب قاعدين وكل واحد بموبايله؟ هي مشكله ترى، يمكن الاستاذه بشرى حتى تخبرنا فيها، انه غالبيه الناس لو اخذ مبدا الاعتراف، خلينا نسميه ما بين الطرفين، طرفي الزواج، اعتقد لو كان في اعتراف او على الاقل في مثلا مصارحه ما بين الشخص المتزوج والمتزوجة، أعتقد تلافوا كثير من المشاكل. صح ولا لا أستاذة بشرى؟ طبعا. هو طبعا أهم شيء في العلاقة الزوجية هو الاحترام. إذا بنت العلاقة الزوجية على الاحترام،
كل الامور تهون. ولابد انه يكون في يعني حوار ايضا في البيت، يعني الزوجه تكلم الزوج، الزوج يكلمها، يتحاورون، هذه هي يتناقشون. لابد انه يكون حوار. لكن احنا اللي قاعد نشوفه دخول السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي اللي قاعد يصير 24 ساعه المره ماسكه تليفونها وزوجها ماسك تليفونها، ما في حوار، ما في نقاش. وصل الامر ان الزوجه تقعد في غرفه والزوج في غرفه، تطرش له واتساب طلبات البيت لسته مزبوط مطلوب كذا وكذا وكذا، او اذا بده يصلحها كمان بيبعث لها واتساب، يبعث لها واتساب. حتى المشكله ان قاعد تصير حتى الطلاق يدز لها واتساب انت طالق، يعني كمان. شوف شلون هذا معترف فيه قانونيا اذا قال له واتساب انت طالق؟ طبعا هو يعني ممكن قانونيا يؤخذ فيه التطور التكنولوجي الجديد زين، لكن هو المفروض شرعا لفظيا يكون هناك. كويس انك ذكرت النقطة الشرعية، لان احنا بالشرع يكون ممكن يكون الطلاق كتابيا ومش هو كتبه، ممكن بالواتساب مش هو اللي بعته. اي نعم، لكن لابد ان طبعا نعود الى الافتاء ونتاكد من الطلاق هذا هل وقع صحيح ولا لا. طبعا احنا موضوعنا مش الطلاق، موضوعنا هو المشاكل الزوجية اللي ممكن تصير بسبب السوشيال ميديا. في عنا هلا حالة موجودة وهي اوريدي عانت من خيانة زوجية، ما هنشوفها هلا، اوكي رح نشوف تقرير وبعدين رح نشوف الحالة. خلينا نشوف التقرير. من يخون من؟ وما هي الدوافع لارتكاب هذه الجريمة؟ وكيف تتم هذه الخيانة؟ وما هي طرقها؟ لا شك أن الخيانة تعد جريمة موجعة ومؤلمة سواء للرجل أو المرأة، فهي تسبب جرحا غائرا لا يمكن التجاوز عنه. فالخيانة بجميع صورها وأنواعها مرفوضة لدى الطرفين، ولكن في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا وقلة التواصل والهوس بالمشاهير، هل أصبحت مشروعة ومباحة؟ جميع تلك التساؤلات سنناقشها ونسلط الضوء عليها اليوم مع ضيوف هي وهو. هل السوشيال ميديا هي صارت نقمة بالحياة الزوجية؟ شفنا تقرير بسيط، شو تعليقكم عليه كإعلامي وكمحامية؟ نعم. نبدأ بالسادة إن شاء الله. طبعا أنا بس أبي أفسر موضوع الخيانة الزوجية، يعني أنا يوني سيدات أو أخوان مثلا، بعض الأخوان يقول لي أنا برفع طلاق للضرر بسبب الخيانة الزوجية، أو مثلا طلاق بسبب الخيانة الزوجية. هو قانونيا ما في شيء اسمه سبب من أسباب الطلاق الخيانة الزوجية، هو ضرر نفسي من خلال الخيانة الزوجية أدى إلى وجود الطلاق أو الخلاف. أتفق معك. نعم، فبالتالي اليوم الخيانة الزوجية هي لها عدة جوانب، يعني الخيانة الزوجية مو مستحدثة علينا. رح نحكي نحن الخيانة الزوجية إلكترونية. إلكترونية، أوكي. إيه نعم، هي مو مستحدثة علينا، ولكن استحدثت من خلال الجرائم الإلكترونية والسوشيال ميديا والبرامج اللي عبت في الآونة الأخيرة. طبعاً اللي قاعد يصير إنه يمكن بداية البرامج هذه بدأت الزوجات تدخل في حسابات وهمية علشان تراقب زوجها، إذا كان حسابه برايفت تتأكد هو يكلم بنات ولا ما يكلم بنات، أو مثلا تتحرش فيه تشوف ردة فعله. صحيح. حتى لو كان حسابه هل هو بيتعاطى بيتجاوب؟ نعم. بيرد بيعطي مجال كذا. بس أنا عندي مشكلة يا سادة بشرى. نعم. المشكلة هي إلى أنه أنا حكيتها مع سستير في بداية اللقاء. نعم. إذا وجد الثقة انعدمت كل المشاكل الأخرى. أكيد. لأنه في وجود خلافات ومع وجود ثقة تنحل الخلافات، هذا واحد. بس خالد محمد علي الثقة بتجي من خلال تصرفات، يعني أنا ممكن أفقدها إذا لقيت زوجي مثلا طول الوقت بموبايله وقاعد برايفت وما بيعطيني موبايله، بخاف إذا هذه حالات ثانية. صح، يصير شك. هذه حالات ثانية بالفعل. إي نعم، الثانية وهي المهمة. يعني أنا قاعد أسمع من أول ما بدينا اللقاء أنه والله كلها إحنا زي اللي حاطين الوسائط الإلكترونية، يعني بمعنى آخر تويتر، إنستغرام، سناب شات، فيسبوك، واتيفر، عاملينهم زي شمعدان أو الشماعة، وإنه إحنا ما نخطي هذول هم الأسباب، هم سبب أخطائنا. أنا ما أتفق صراحة مع هذا، بس هي صارت أسهل للخطيئة. الخطأ خطأ البشر طبعا باي سوشيال نتورك. بس علي هي صارت أسهل للخطأ، يعني أنا لما أنا أكون عامل شخصية وهمية فيني فوت على أي شخص ما حدا عارفني وأعمل اللي بدي، يعني هو سهل لي الخطأ أعمله، غير ما أنا قدام الناس بدي أعمل خطأ هكون أحسب مليون حساب.
صح؟ برضو هذه من ضمن الأشياء اللي صارت. نعم، يعني إحنا مثلاً مرت علينا حالات مثلاً المغازل، واحد يتغازل بنت مثلاً، تحريض على الفسق والفجور، هذه الأشياء البدائية. اليوم صارت هذه الأمور موجودة في السوشيال ميديا وصارت سهل إنها توصل لبيوت بيوت الناس. هل في عندك حالات زي؟ طبعاً عندي حالات كثيرة. إحنا وصل لنا الأمر إن حتى الزوج بدأ يشك في زوجته. يعني أنا عندي حالة من الحالات، الزوج راح حط له حساب في السناب شات وسوى حط اسم انه هو بنت وضاف زوجته وبدا يسولف معاها ويتحاور معاها. يعني المكتب كان يقول لي زوجتي مو زينه، ليش مو زينه؟ كان يقول انا مسوي حساب. قلت له انت مسوي حساب وهمي انك بنت، فهي قاعده تتحاور معاك ما تدري انك ريال. زين، فانت ليش توهم نفسك ان زوجتك مو زينه؟ هل هي قالت شيء مو زين؟ طيب قال تعتبر استاذ بشر، تعتبرين انه الحالات المشاكل بسبب الوسائط الالكترونيه تعتبرين انها صارت ظاهره في الكويت، في الوطن الخليجي، في الوطن العربي؟ تعتبرينها صارت ظاهرة؟ يعني في دول أوروبا، في الدول العالمية حدثي ولا حرج، لكن عندنا احنا تعتبرينها صارت ظاهرة ولا بسبب العادات والتقاليد مسكت عنها؟ لا، ما صارت ظاهرة لحد الآن، يعني الحمد لله تحكمنا العادات والتقاليد، كنا احنا مجتمع عربي محافظ وخليجي، يعني ان شاء الله ما توصل الى مستوى الظاهرة. ولكن احنا متعودين ان قضايا الطلاق دائما عدم الانفاق، الهجر، السب، القذف. اليوم دش علينا شيء جديد، فاحنا منبهرين بالتكنولوجيا الجديدة وبالقضايا الجديدة من هالنوعية هذه. بس مع الوقت راح تخف هذه النوعية من القضايا. عشان كذا هي عملت لنا حالة. هي مش عملتها، هي اوريدي موجودة. بس استاذي بشرى، قبل ما نطلع هلا مع الحالة، بدي اسألك سؤال. هل فعلا بتأيدي هلا في شيء عم بنحكى فيه انه المغازل بالدايركت مسج او شيء ممكن يؤدي لسجن ولا لا؟ طبعا هو طبقا لقانون تقنية المعلومات 63/2015 ذكر ان مثلا ان انا لو مثلا بدخل على حسابات شخصيه ويكون هناك في اساءه او تحريض على الفسق والفجور، تكون هنالك عقوبه الحبس من السنتين الى الخمس سنوات. وفعلا هذه ماده موجوده في هذا القانون بالفعل وعم تطبق في حال دقيقه بس استاذ بشرى، لانه شوي القانون دائما يكون دقيق. نعم، في حال الشكوى ولا حتى بدون شكوى؟ طبعا الشكوى الشخصية، يعني الشخص اليوم لابد الشخص المتضرر تعرض لي التحرش أو مثلا المغازل أو تحريض على الفسق والفجور أنه يتقدم بالشكوى أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. طيب المستندات إيش؟ مستندات. نعم؟ أنا الآن مثلا زوج أو هي مثلا الآن زوجة، نعم، إيش المستندات، إيش الثبوتيات اللي تثبت لدى القضاء أو القائمين على أمر القضاء لأنه هذا الفعل يجرم؟ هو انت بتقدم الـ 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 الكلام والعباره اللي موجوده. الكلام فقط يجرم ايضا عليه؟ طبعا، لان انت مثلا بتاخذ صوره ضوئيه من المحادثه مثلا بتقدمها امام جهه التحقيق. بس هذه في حال اذا الاكونت معمول من البلد، يمكن هو عامل اكونت على فكره من اي كندا مثلا او شيء، ممكن. بس صعب كثير يوصلوا له بهالطريقه. طبعا، لان احنا ما عندنا يعني تعاون دولي مع الدول الاخرى لحد الان، ولكن يستطيع الشخص انه يتقدم بالشكوى لانه ممكن يكون حساب وهمي وموجود بالديره وممكن يتصل في طريقه نستدل على بياناته اذا حساب وهمي. نعم، اي، لان اداره مكافحه المخدرات واداره الجرائم الالكترونيه يقدرون المباحث الجرائم الإلكترونية. هذه ميزة ترى يا أستاذ بشرى. نعم. في الآونة الأخيرة يمكن احنا عاصرنا التقنية يمكن من حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات ابتداء بالفيسبوك وما إلى ذلك. نعم. الفترة الأخيرة أصبح في إطار لاستخدام الوسائط الإلكترونية. نعم. وأخيرا فعل في الوطن الخليجي، في الكويت، في السعودية، في قطر، في البحرين، بدأ يفعل وبدأ يؤخذ إجراءات وبدأ إثبات حالات لجرائم إلكترونية من ضمنها الخيانات. نعم، طبعا هو هذا عفوا القانون الجديد يعني صارم وحاسم، يعني كان يا في أوانه، لان احنا ما كان عندنا قانون خاص بالجرائم الالكترونيه، ولكن مؤخرا تم اقراره. وعم بيصير في ناس تاخذ على فكره حذرها وتكون مثل بيقولوا ما بقى تعمل اوفر لانه عارفه رح تتحاسب، يعني هذا الشيء اعطاها رادع. طبعا، قبل ما نطلع مع الحاله بدي اقول لكل الناس انه نحن عندنا صديق البرنامج الاخصائي الاكلينيكي احمد الملا، هو عم بيتابعنا هلا على الهواء، واخر الحلقه هيعطينا الراي العلمي الاجتماعي النفسي عن سياق الحلقه. هلا خلينا نشوف عنا حالة وهي مثل ما قلتي شوي تعرضت لخيانة زوجية من خلال وسائل السوشيال ميديا. خلينا نسمعها. طبعا هي ما رح تقول اسمها الحقيقي، هي اسمها فجر المستعار، وغيرنا شوي صوتها. خلينا نسمع.
يلا فجر انت موجوده. طبعا مشكلتي ابتدت من خلال السوشيال ميديا. لاحظت كومنتات باكاونت زوجي، على كل صوره كنت لازم الاقي من نفس الاكاونت تعليقات، وهذه التعليقات هي اللي خلتني يعني شدتني، لان تعليقات غير عاديه مو نفس التعليقات الباقيه، فخذتني الغيره والفضول ابي اعرف شنو الموضوع، فقررت اني ادش عليها بالدايركت مسج واسالها هل بينك وبين زوجي علاقه. فكلمتها، انصدمت بالرد منها لما قالت لي ان اي انا على علاقه معه وعن قريب راح يطلقك وراح يكون بيننا زواج. طيب بدي اسالك شغله، هي قالت لك انه راح يطلقك وراح يكون بينك زواج، انت كنت خبرتيني تحت الهواء انه انت قررتي تفتحي اكاونت وهمي بعدين، صح؟ اول شيء شو صار؟ واجهتيه لجوزك؟ طبعا انا بعد ما كلمتها واجهته. كلمتها قلت له ان انا كلمت صاحبه الاكاونت وقالت لي ان بينكم علاقه. فهو بالبدايه نكر، قال لي لا انا مو على علاقه معاها، وعشان ارضيك انا اعطيها بلوك ونسكر الموضوع يعني. وتصالحتي انت وياه؟ اي. طيب وبعدين ليش رجعتي عملتي اكاونت وهمي؟ يعني ما ارتحت، حسيت ان الموضوع فيه شيء. اوكي، يعني شو صار؟ سويت اكاونت وهمي وضفته منه، حطيت صوره يعني تقين تقولين صوره انه من الستايل اللي هو يحبه. اوكي. دشيت عليه لقيته يسولف ياخذ ويعطي بالكلام. بعدين توعدت وقلتي تلتقي انت وياه بمكان او شيء؟ اي بلا صار. وبعدين شو صار؟ رحت المكان اللي اتفقنا عليه. اوكي. فانصدم لما لقاني انا اللي جيت، انا اللي موجوده. اوكي. ما اعرف، بس خلاص يعني ما اعرف انه يرجع الموضوع او اوكي. فاذا وبعدين هلا اتخنقتي انت وياه وهلا انت مش بوضع ما بقى في ثقه؟ لا ما حابب تسالها شيء علي او هيك؟ وبعدين انت كمحاميه لو سمحتي لي، انا عندي نقطتين ابغى اسالك عنهم. النقطه الاولى، ما تلاحظين انه انت غررتي فيه؟ ما لاحظتي انه انت غررتي فيه؟ يعني لما انت قلتي، انا شدني لما قلتي لي انه ارسلتي لزوجك بعد ما شكيتي فيه، ارسلتي له صوره بالستايل اللي هو يحبه او بالطريقه اللي هو يحبها. هذا 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 اجتماعيا ترى وسيكولوجيا يعتبر نوع من التغرير. انا ما انكر انه زوجك اخطا، بس ما هي عملت هيك لانه ما عندها ثقه فيه بقى، بتتاكد انه هو فعلا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، جاوبي على النقطة هذه. يعني هل تعتقد انه انت السبب خليتيه هو خليتيه يتمادى؟ خليتي يعني بامكانك كانك توقفينا في البداية قبل ما توصل للمراحل اللي مراحل تطور. انا الحركة هذه اني اتاكد اكثر. طيب انت تاكدتي قبل؟ اي. طيب خلي هذه. النقطة الثانية، لما واجهتيه في الموقع اللي اتفقتي انت وياه على وقت اللقاء، ما حاولتي انك تفرغين جزء من العتب في وقتها؟ يعني حار بحار. لا مو لان صارت الصدمه انه خلاص انه شاف مو الشخص اللي. طيب هذا الوقت المناسب لك، لانه انت تضغطين عليه، هو اوريدي اخذ الصدمه وانت الان اعلى منه اسهم، انت اقوى في موقف اقوى منه. فهنا انت اي كلمه بتقولينها هتمشي. بس علي انت ببدايه الحلقه قلت شغله كثير مهمه، الثقه كثير مهمه، هي اوريدي انعدمت. هذه اهم نقطتين. بس هي من اول حادثه انعدمت، فهي قررت انه ترجع تتاكد لتشوف اذا فعلا هالثقه موجوده او لا. معلش ازيد سؤال ثالث، كم عمرك؟ ما بدها تقول. كم عمرك؟ لا بدون اسم بدون اي شيء، بس كم العمر؟ 26. 26، تزوجتوا من كم سنه؟ 7 سنين. 7 سنين، يعني لما تزوجتي كان عمرك 19. لا 21 او 20؟ لا الحين عمري 26. تزوجتي وانت عمرك 19؟ ليه؟
طيب هلا انا عندك سؤال للمحاميه. انت كنت عم بتقولي انك حابه تنفصلي بس هو ما بده يطلق، وانت حابه تحصلي على كل حقوقك وما بعرف. حابه تساليها شيء قبل ما هي تجاوب؟ اي يعني بهالحاله هذه شلون ممكن ان يتم الطلاق والانفصال واكون ماخذه كل حقوقي يعني؟ اي نعم. طبعا هي تستطيع ان مثلا بطريقه وديه تحل الموضوع معاه وتقول له خلاص استحاله العشره ويطلقها وانتهى الموضوع، تتحصل على حقوقها. لكن اذا الزوج عانت وما رضى وقال لها قدامك المحاكم، مضطره انها تقوم برفع دعوه طبعا قضائيه امام المحكمه وتطالب بالتطليق وتقول ان هذا طلاق للضرر بسبب الاضرار النفسيه. يعني احنا قلنا الخيانه الزوجيه تعتبر ضرر نفسي، وترفع دعوه وتقدم اثباتاتها امام المحكمه صحيح، وتطالب بكافه حقوقها الشرعيه طبعا المترتبه على الزواج والطلاق. يعني حتى في الشرع اصلا يا استاذه بشرى، يعني الشرع يقول لك او تسريحهم باحسان. اي نعم. فالان لانه الزوج اصبح بموقف الغلط ومجرم قانونيا حتى. اي نعم. اي نعم. بحكم القانون الكويتي او حتى القانون بشكل عام. اي نعم. مجرم. فاعتقد انه من باب اولى انه يتخذ مبدا تسريح باحسان وتعويض. طبعا هو دام انه حس انه هو غلطان ومؤديها نفسيا المفروض من نفسه يطلق. والطلاق بإرادة الزوج، ما له داعي هي بعد عقب اللي حاشها تتبهذل بالمحاكم وترفع قضايا. صح. المفروض صح. من نفسه يطلق ويعوضها ويعطيها كل حقوقها الشرعية. في عنا بعد شوي مفروض يكون عنا اتصال من الحالة فاطمة. ايه في عنا حالة هلأ بعد شوي هتطلع معنا برضو بذات السياق. ايه بس مش خيانة، شي تاني غريب من نوعه له علاقة بالسوشيال ميديا، بس انا مش حابة احرقها، حابة هي تطلع على الهواء تقولها. طيب هل في طريقة ممكن يتصلح الموقف بيناتهم كمحامية؟ اليوم قلتي لي أنت أنه أيه. صلحت اثنين في صح؟ في يعني في حالات صلح بالفعل يعني. تو اليوم تسألني محامية ومصلحة اجتماعية، قلت لها أنا توني جاية من المكتب مخلصة موضوع الصلح بالفعل. يعني احنا دائما نسعى للصلح، ودائما أنا لما تجيني المرأة تقول لي أبي طلاق أو الزوج يقول أبي طلاق، لأن أيضا الزوج من حقه أنه يقوم برفع دعوة طلاق للضرر إذا كانت في إساءة من الزوجة. دائما نقول لهم فكروا، راجعوا نفسكم، روحوا بيتكم وفكروا وردوا مره ثانيه. بس لأن هيك كيف رح تكسبي انت كمحاميه؟ ولكن يعني احنا صحيح ما نكسب، بس تكسب على الاقل اجتماعيا. انا ما بيهدم بيت مقابل ان انا مثلا اتربح. احنا اليوم نبي نساعد الناس، الناس قاعد تجيني المكتب تاخذ استشارات قانونيه. انا اهنيك، هذا نعم. جزء من المسؤوليه الاجتماعيه لمهنه أكيد. المحاماه اكيد. وانا وايد قاعد تجيني يعني مثلا اسئله ان انت ليش تحلين موضوع ودي، ليش تسعين للصلح؟ زين انا قاعد اهدم بيت ليش؟ دام انه بامكاني اني اساعد، خلي اسعى للصلح ما فيها شيء. طيب هلا في عندنا الحاله موجوده على الهواء، بس قبل ما اخذها انا اول ما قالت لي قصتها يعني انصدمت، له علاقه بالهوس بالمشاهير. فاطمه انت معنا على الهواء؟ الو مساء الخير. هاي مرحبا، خبرينا شو القصه تبعتك فاطمه؟ والله شوف الموضوع، انا تزوجت من فتره يعني قريبه. اول ما تزوجت يعني رايلي طالع تليفوني كان يشوف السناب مالي، كان يسالني ليش مو متابعه فلانه. واحده من مشاهير السوشيال ميديا. يعني بده انه يكون سناب فلانه موجود عندك عم بيقول لك؟ اي يعني قاعد يسالني ليش مو متابعتها. اوكي. كان اقول له عادي، كان يضيفها عندي على السناب. صار انه يسالني ليش ما تلبسين نفسها؟ اوكي. ويبيني البس نفس الملابس واسوي نفس الاشياء اللي هي تسويها، اروح نفس الاماكن. اوكي. شو صار انا يعني انا صرت اقول انه ما عندي الاشياء اللي عندها. ويوديني السوق ويشتري نفس الاغراض، نفس اللبس، نفس المكياج. يعني بده اياك تكوني استمساخ هيدا هيدا. يبيني اكون نسخه منه. ايوه. اوكي، شو صار بعدين؟ اللي صار ان تهاوشنا، انا ردت بيت اهلي. وهلا الحين يعني احنا راح نتطلق صراحه، راح ننفصل، لان انا ما اقدر اعيش يعني بحياه انسانه ثانيه غيري. هو متزوجني انا، مو متزوج فلانه. هلا فاطمه انت هلا وصلتي للطلاق وشكرا لك، بس هلا ان شاء الله يكون هناخذ اتصال استاذ احمد الملا يلي هو الاخصائي
مفروض هلا عم بيسمعنا، رح نشوف اذا يمكن خطه مشهور عم بيقولوا لي الاعداد. بس اذا انتم شو رايكم بهذا الشيء؟ يعني لما شخص حابب يكون استنساخ، اعتقد هذا جزء من المرض يا استاذه بشرى ولا لا؟ مرض هو نفسي هو يعني. هو الحلو ان الزوجه تلبس وتكشخ حق الزوج وتتسنع وتظهر بمظهر جميل، يعني المراه ما في داعي انها تظهر برا البيت كاشخه ولابسه ومتزقرته وداخل البيت بشكل ترى هذا اللي احنا نعرفه حتى بعد. نعم بس انه كثير انه في بعض السيدات في بعض السيدات عندها انه تطلع لزواج او تطلع لمناسبه او تطلع مثلا مع صحباتها كاشخه فل على سن العشرة على قولة المصريين، وفي البيت ولما تصير في البيت مع احترامي طبعا لبعض السيدات الا انه بعضهم يصير شكلها هيلق طبعا. فهنا الخطا ترى مشترك يا جماعة الخير. فهي المفروض انها تشوف نفسها، هل هي موفرة هالاحتياجات لزوجها؟ وليش قاعد يطالع غيرها؟ هل هي ينقصها شيء ولا لا؟ اذا كانت كاملة مكملة ما فيها مشكلة ويقول لها قلدي فلانة ومن حقها تزعل. عندهم المرض. اي نعم من حقها تزعل صراحة. لكن اذا كانت هيني حتى في بعض السيدات هن في دعاية بحضرها اوقات على تشانل المصرية، بتكون حدا عامل اكسيدنت بالسيارة وانحرق وجهه، فبتروح بتجيب له صورة سيليبرتي للدكتور بتقول له هو هيك شكله اعمل له عملية. المهم بصير شكله مثل هالسيليبرتي هو. فبشوف حاله بالمراية بقول ده مش أنا المريض، بقول له هي أعطتني الصورة إنه قد ما هي مهووسة بالسيليبرتي. يعني حتى السيدات صح بيكونوا أوقات مهووسين. ترى في نقطة برضه يا أستاذة بشرى وهذه أنا أتفق معها وأبغى أناقشكم فيها، إنه ترى بعض الناس خاصة المشاهدين الناس العادية مفكره انه السليبرتي او المشهور او المشهوره اي نعم انه والله هذا هو بشكله من يصحى الى ينام. هذا غلط. ترى المشهور او المشهوره يعرض لك او يخليك تشوف الجزء بس اللي هو يبغى يخليك الجميل تشوفه في حياتك بس صح. هلا نحن انت عارف القوانين علي الغفالي. لا الكنترول ذبحني انه خلص الوقت لازم ايوه هيدي هي. واستاذ احمد الملا للاسف مش معنا على الخط وكان مفروض يعطينا رايه العلمي للحلقه، بركي الاسبوع الجاي بينضم لنا. شكرا لك المحاميه بشرى الهندال، شكرا الله يسلمك يعطيكم العافيه. سعيده اما علي الغفالي انا كثير سعيده انك موجود هون عنا بالكويت وجيت خصيصا كرمال البرنامج، عن جد شكرا. العفو بالعكس، انا اتشرف اولا انه انا موجود في دوله وفي بلد ما راح اقول لكم شقيق وباس، ولا راح اقول لكم هم اهلنا، ولا راح اقول لكم انه الكويت عروس الخليج وكذا، لا بس اللي ما يحب الكويت يحب من؟ هذا هو السؤال اللي انا اوجهه عن طريق شاشه العداله. يحب لبنان. اوكي الموضوع كان كثير حساس وما لازم ناخذه بهالسطحيه هيدي، يعني نحن حاولنا قد ما فينا نبسطه للناس لحتى عن جد وسائل الاتصال الاجتماعي عم بتاثر بالعلاقه الزوجيه. وبليز لازم ما تكون هي الادمان نحن مدمنين عليها، خلينا هي نحن نكون نسيطر عليها مش هي اللي تسيطر علينا. يلا انا استاذ دال بشوفكم الاسبوع الجاي مع هي وهو. باي باي. وصلنا لختام الحلقه اليوم مع استاذ دال وحلقتها هي وهو، وكان الموضوع جدا شيق في عن الموضوع الزوجيه او الخيانه الزوجيه الالكترونيه. طبعا الله يبعدنا عنكم وعنا الخيانه الزوجيه الالكترونيه. طبعا فيصل هم كانت معنا اليوم الناشطه السياسيه انوار القحطاني، واليوم خياط ما خلانا نسولف، ما خلانا دخل علينا على الهواء ما خليتنا نسولف يا خياط. وايضا اليوم مع الناشطه انا قلت انوار القحطاني. نعم، وكان في لقاء جدا مهم مع عبد اللطيف غازي العازف اللي فاز في ارب جوت تالنت. طبعا والجميله والمبدعه عبير احمد. نعم وصلنا للختام، نشوفكم باكر ان شاء الله. تصبحون على خير.